إذا كنت من محبي اقتناء القطط، فلعله أثار فضولك من قبل تصرف قطتك بطريقة غريبة، فتبدو كأنها تعجن شيئاً ما بيديها. احتار العلماء في إيجاد تفسير علمي دقيق لهذه الحركة التي تقوم بها القطط، لكن عدداً من النظريات حول هذا التصرف اقترحت أن القط يتصرف بهذا الشكل تلقائياً وفطرياً، لأنه سلوك شائع لدى القطط الصغيرة عندما ترضع من أمها، حيث تقوم القطط الصغيرة بعجن منطقة ثدي الأم لإحداث تأثيرات عصبية تساهم في زيادة تدفق الحليب. ويفسر خبراء علم النفس استمرار هذه الظاهرة عند القطط التي تعدت مرحلة الرضاعة بأن القطط ترتبط لا شعورياً بين عمل هذه الحركة وحدوث شيء جيد مثل تدفق حليب الأم. وعادة ما يقوم القط بعمل حركة العجن لصاحبه أثناء جلوسه بحضنه أو على مقربة منه، فهذه الطريقة ما هي إلا تعبير من القط عن حبه وشعوره بالأمان برفقة صاحبه. إذا لاحظت هذا التصرف من قطتك أخبرنا في التعليقات، وشاهد أيضاً على قناتنا مجموعة متنوعة من الحقائق والغرائب المدهشة عن القطط.